السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين مشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو والذي إن شاء الله سوف نحاول أن نتعرف على فيروس كورونا الذي ينتشر في العالم. هذا الفيروس هو الذي ظهر في السنة الماضية، أي قبل شهر من الآن، هو فيروس كورونا الجديد لعام 2019، أو ما سماه العلماء بإنغوف 2019. وعائلة فيروسات كورونا معروفة لدى العلماء، أو ما يسمى بفيروس السارس الذي ظهر في الصين والذي تسبب بمتلازمات التنفسية الحادة. ففيروس كورونا يضم كذلك فيروس ميرس كوفا، وهو فيروس كورونا المرتبط متلازمات الشرق الأوسط التنفسية ويعرف بميرس كوفا، وهو فيروس ذو حمض نووي ريبوزي مفرد الخيط إيجابي الاتجاه، ينتمي لجنس فيروسات كورونا بيتا. كان أول ظهور له في سنة 2012، حيث قد أبلغ عليه للمرة الأولى في هاته السنة، أي سنة 2012. واعتبارا من يوليو 2012 أبلغ عن حالات إصابة فيروس كورونا المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس كوفا في أكثر من 21 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والأردن وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والكويت وتركيا وسلطنة عمان والجزائر وبنغلاديش وإندونيسيا. ويعتبر فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس كوفا الذي ظهر في سنة 2015 واحدا من الفيروسات الجديدة التي حددتها المنظمة الصحة العالمية كسبب محتمل لوباء في المستقبل، وضع على قائمة البحث وتطوير المستعجلات. يعد فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروسا حيوانيا، أو بصفة أخرى فهو فيروس حيواني المنشأ، وهذا يعني أنه فيروس ينتقل بين الحيوانات والناس. قد أظهرت بعض الدراسات أن الإصابة بالفيروس قد بدأت من خلال الاتصال المباشر أو الغير المباشر مع الإبل المصاب بهذا الفيروس. ويعتقد البعض أن الفيروس قد نشأ بداية من الخفافيش وانتقل فيما بعد إلى الجمال، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإنسان. فيروس كورونا ظهرت أعراض تشبه أعراض الزكام، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة إلى معتدلة الشدة، وغالبا ما تتمثل بأعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف وصداع الرأس والسعال والتهاب الحلق والحمى، وتستمر هذه الأعراض في معظم الحالات لفترات قصيرة من الزمن، وهذا لا يمنع احتمال تسبب فيروس كورونا في بعض الحالات بظهور أمراض الجهاز التنفسي السفلي مثل التهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية.
وهذه الالتهابات أكثر شيوعا في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. إلى يومنا هذا كل المضادات الحيوية التي تم إنشاؤها من طرف الأطباء والعلماء المختصين في هذا المجال لم تأتي بأي نتيجة، لكن معظم الناس الذين يعانون من العدوى من فيروس كورونا يتعافون بشكل تلقائي، وقد تساعد بعض العلاجات التالية في التخفيف من الأعراض مثل استخدام مرطب للغرفة أو الاستحمام بالماء الساخن للمساعدة على تخفيف الالتهاب مثل التهاب الحلق والسعال، وتناول الأدوية الخفيفة التي تؤدي إلى التخفيف من الآلام والحمى، وشرب الكثير من السوائل، ثم البقاء في المنزل وأخذ الكثير الكثير من الراحة. نتمنى الشفاء العاجل للجميع.